اهلا بيكم، نورتوني. وحلقه جديده من قناه ياسمنت اليوتيوب. الحلقه النهارده عن الفنان الراحل حسين رياض في ذكرى وفاته. هنعرف من خلال الحلقه ايه سبب اصابته بالشلل. تابعوا معايا الفيديو. اسمه الحقيقي هو حسين محمود شفيق، هو اخو الفنان فؤاد شفيق. هو اتولد لام سوريه واب مصري، كان تاجر جلود بحي السيده زينب. بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته في المرحلة الثانوية. انضم إلى فريق الهواة بالمدرسة، كان مدربه هو إسماعيل وهبي، أخو وشقيق الفنان يوسف وهبي. كانت أول مسرحية لي في حياته هو خلي بالك من إيمياي، وكانت بطلة المسرحية هي البطلة روزا اليوسف. اسمه حتى لا تعرفه أسرته، لأن كان والده رافض إن هو يعمل بالتمثيل. عمل عدة سنوات بالفرق المسرحية مع فرقة الريحاني ومنيرة المهدية وعلي الكسار ويوسف وهبي. انضم لفرقة يوسف وهبي في مسرح رمسيس عندما أنشأ يوسف وهبي فرقة رمسيس عام 1923. وهنتكلم عن سبب إصابته بالشلل، وهو تقمصه الشديد جدا لأدواره. فحكت بنته للميس الحديدي إن سبب شلل الجزء الأيمن دراعه ورجله هو تقمصه لدوره في فيلم الأسطى حسن، فأصيب بنفس مرض الشخصية بالظبط اللي كانت في الفيلم. طبعا بيدلنا على إجادته التامة للفن وعلى تقمصه لأدواره وحبه الشديد للفن. عمل أكتر من 200 فيلم و 250 مسرحية. لقب بصاحب الألف وجه لأنه كان بيقدر يأدي كل الشخصيات بسهولة جدا. قال عنه يوسف وهبي إن هو يقدر يأدي أي شخصية وهو مغمض عينه. طلب منه الفنان عزيز عيد إن هو يكرس حياته كلها للفن. لقب بأبو السينما المصرية لأنه كان بيجيد أدوار الأب، فكان بيمثل الأب الرحيم مرة وبيمثل الأب القاسي مرة، وكمان قام بدور الجد في أكتر من عمل. أخوه الفنان فؤاد شفيق مختارش لنفسه اسم فني آخر لأن كان والدهم اللي رافض إن هم يمثلوا، توفى في هذا الوقت، وبعدها اتجه أخوه فؤاد شفيق للتمثيل. فزال السبب اللي خلى الفنان حسين محمود شفيق إن هو يغير اسمه. من أول أفلامه ليلى بنت الصحراء مع الفنانة بهيجة حافظ، وكان أجره وقتها 50 جنيه. كمان من مسرحياته تاجر البندقية ولويس الحادي عشر وأنطونيو كليوباترا وغيرهم كتير. توفي حسين رياض بأزمة قلبية قبل أن يكمل دوره في فيلم ليلة الزفاف عام 1965. بشكركم لحسن المتابعة، واستنوني في حلقة تانية من قناة ياسمنت اليوتيوب.